الخير لكل من يتابع شرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا لعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالتكاتف والتعاون نستطيع أن نعبر هذه الأزمة الصعبة. مرحبا رفيق. مرحبا أزال. مرحبا متابعي قناة الشرقية. حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة راح نتابع بها مواضيع تهم المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. نبدي حلقتنا اول شيء بالتذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام ورقم الظهر اسفل الشاشه. اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، تحبون اي شيء تطرحونه بخصوص حلقه اهل المدينه لهذا اليوم او اي مشكله تحبون تطرحونها. راح نبدي من حيث انتهينا يوم الاربعاء، وكان هناك نعرف انه مواقع التواصل الاجتماعي انشغلت بشكل كبير بالتصريحات الاخيره للسيد نعيم عبعوب امين عاصمتنا عاصمه بغداد. حكينا بشكل مفصل يوم الاربعاء عن هذه القضيه وهذا الموضوع المهم جدا اللي لحد الان لا زال مثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. حقيقه الكلام عن بغداد مؤلم جدا، وحلو انه الواحد يعني من اهالي بغداد خاصه والعراق، لانه هي عاصمه الجميع. بغداد ليست لاهل بغداد فقط وانما هي لجميع العراقيين سواء داخل او خارج العراق. حلو انه واحد يتالم على بغداد وينقهر لما ما يسمع انه واحد يحكي عن بغداد، لكن اكيد الانسان يقصد او ما نقصده في طرحنا انه مدينه بغداد، شوارع بغداد، تراث بغداد، حضاره بغداد، كل هذه اصابها الاهمال. يجب علينا انه احنا ما نحب بغداد حب اعمى، المفروض انه احنا نحبها بعقل ونشوفها من غمض عيوننا، وانما نشوف ما تعانيه بغداد من الم حتى احنا نغير واقع بغداد. اهل بغداد وكل من يحب بغداد نشر هاشتاج، الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا هاشتاج تحت عنوان بغداد بلا عبعوب للمطالبه ومطالبه الجهات المعنيه باقاله امين العاصمه بغداد. موضوع او تصريحات سيد نعيم عبعوب الخاصه بنفسه اللي حكى بيها عن نفسه فتحت الباب على مصراعيه لموضوع اخر. اهل بغداد يمكن كانوا ما مهتمين كثيرا او انه ما كان صوتهم متوحد من اجل بغداد. حاليا هو من جنى على نفسه وبالتالي انفتح الموضوع او تركوا الموضوع الخاص بسيد نعيم عبعوب وفتحوا ملف امانه بغداد. والكل توحد انه قالوا فعلا هاي شنو، احنا وين كنا مخدوعين بأمانة بغداد اللي المفروض انه تكون هي مهتمة ببغداد، واذا ببغداد منتهية. ومنا كلمة ومنا حكاية ومنا صورة، الناس اكتشفت انه بغداد فعلا مدفونة بالحياة. بغداد المفروض يجي من نقول احنا من حكينا حكاية انه قلنا هي بغداد اكو ناس زعلت من مفردة قذرة. هي 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 من نقول مو نظيفه، صار لنا احنا اكثر من 10 سنوات نقول مو نظيفه، يمكن في اول سنه نقدر نقول مو نظيفه، اكو واحد توصل به المرحله انه هو يشوفها من انتهت، يعني انتم ايش تتوقعون من واحد؟ نبقى نقول مو نظيفه؟ نبقى نقول والله تحتاج عنايه بهذا الشكل؟ لا، لازم نحكي بصوت عالي، بغداد تعاني اهمال، بغداد فعلا شوارعها ومدنها مثل ما اكو ناس زعلت على هذه المفرده، شوارع نشوف احنا هذا شو نريد نسميها بغداد؟ هذه الصور اللي تحشي نقول بغداد مو نظيفه؟ الكلمه اصلا بغداد تزعل علينا اذا تسمع احنا نحكي بهذه الطريقه، المفروض نقول بغداد فعلا تعاني اهمال وتعاني من القذاره وتعاني من 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 الالم، وهسه بغداد من تحسنا نحن توحدنا في سبيل انه احنا نصرخ بوجه المسؤولين اللي عايفينها صار لهم سنين راح تفرح.
حلو انه نتألم على عبارة، حلو الاحتجاج، لكن انه نحتاج احنا على الواقع المرير، ننزل للشارع ونقول هذا خطأ. بغداد تنتظر من عندنا انه واحد يغسلها وينظفها وترجع بأبهى صورة. شنو بغداد نظيفة بأهلها؟ هذا كلام رومانسي، هاي مثاليات، هاي سطحيات. كافينا مجاملة لبعضنا، كافي نخدع بعضنا. صح. علينا انه احنا نغير واقعنا، إذا نبقى هالشكل على شنو حاطين أمانة بغداد وبلدية؟ نقعد بالبيت ونقول والله هي بغداد نظيفة بأهلها، نظيفة بطيبة، صح احنا طيبين، هذا كلام شعر، لكن احنا نحتاج كلام واقعي، كلام ملموس، نريد نحتاج ونشوف بغداد نظيفة فعلاً كما كانت سابقاً. ليش ما نتوحد من أجل هذا الموضوع؟ احنا الكلام ما موجه لسيد نعيم عبد فقط، وانما لكل امانه بغداد والكل مسؤول في بغداد. علينا انه احنا نغير، كافي كافي لهنا مجاملات وكلام مثالي وكلام سطحي وكلام شعراء. بغداد ما محتاجه هذا الموضوع، نقدر نتغزل بها من تكون هي فعلا تكون جميله ونظيفه. صح. فعلا من تكون هي عاصمه، تكون هي من احسن الدول او احسن المدن في العالم، وليست اسوء مدينه للعيش. اختاروها من اسوء المدن اللي غير صالح للعيش فيها، ويمكن احنا شفنا هذه الصور اللي انعرضت قبل قليل وشاهدنا انه الشارع اللي رابط ما بين ساحه الوثبه وساحه الخلان اللي هي امانه بغداد، يبدو انه السيد نعيم عبعوب ملتهي بامور اخرى، بلقاءات خاصه، بالحديث عن امور الخاصه، لكن انه هو ما متواجد بمبنى الامانه، لانه لو متواجد بمبنى الامانه يمكن كان شاف هذا الشارع اللي هو مهمل، وشفنا النفايات اللي ترسى السايديه. زين هاي اللي يقولون انه عطله، اللي يقولون انه شارع فارغ، اللي يقولون انه والله ما حد شايفها، هذه مبنى امانه بغداد والكل بها ايده، يداوم بها موظفين، يمكن الموظفين الموجودين بها فضائيين لانه الظاهر خاليه من الموظفين وما حد يشوفها، لا مسؤول ولا مدير عام ولا هو الامين نفسه اللي دا يراقب هذه الحاله، ويقول بغداد افضل واجمل واحلى من كل المدن اللي موجوده بالعالم لانه بها كثير من الامور اللي هو مهتم بها. هذه الصوره الثانيه ايضا، ويمكن اكو صور يمكن اكثر اهميه من اللي دا نشوفها. يمكن هذه الشارع قليل المارة به او قليل تواجد الوفود والسياسيين والدبلوماسيين به، لكن هذه الساحه اللي هي تسمى بساحه الفردوس اللي مكانها كان مقابل فندق فلسطين ومقابل شيراتون ونادي العلويه. زين، لان هذه الاماكن الثلاثه هي اماكن مهمه بالنسبه لبغداد، والفنادق نعرف احنا كل المسؤولين والدبلوماسيين والوفود اللي جايه والسياح يتواجدون بهذه الفنادق. زين، هذه الفنادق وهذه الساحه، هذا